انهيار متواصل وخطير لسعر العملة المحلية تقابله ارتفاعات مضاعفة ومتسارعة في أسعار المواد الغذائية ومختلف السلع وسط عجز فاضح من قبل حكومة معين عبد الملك وقيادة الشرعية التي تكتفي بموقف المتفرج. نحن الآن نعاني من ضيق المعيشة في محافظة المهرة، لا عدم رواتب وارتفاع الأسعار، وأصبحت العيشة مظنك إلى أسوأ حد في المواطن في المحافظة، كل شيء غالي، كل شيء نار. إلى وين المفر؟ وين الحكومة؟ وين الدولة؟ وين المسؤولين؟ وين الذين متحملين مسؤولية الأمانة؟ العالم عايشين بالفنادق بالجمهورية ولا في أي حاجة يعاني بيشوف مصير الشعب هذا إيش بيعاني. أصبحت الكثير من الأسر عاجزة عن توفير أبسط المتطلبات الضرورية لسد الرمق جراء الارتفاع الجنوني في الأسعار التي وصلت إلى مرحلة غير مقبولة ولا منطقية، فتمسي على رقم وتصبح على رقم مضاعف. أصبحون هنا العمال يعانون من قلة الرواتب، وأصبح الحوالة أكثر من الراتب، وعنده أسرة وعنده أولاد، يعني ما أتى جيبش كيسبر. أصبحوا يعانون العمال من قلة الرواتب. الشاي هذا كان بخمسين ريال، الآن أصبح بثلاثمية ريال. فيما تنهار العملة وتزداد الأسعار بشكل شبه يومي، بقيت مرتبات الموظفين كما هي، بل أنها أصبحت تتأخر أكثر وغير منتظمة، ما يزيد معاناة المواطنين ويفاقم مأساتهم. الراتب طبعا ما يكفيش، طبعا العملة طبعا الريال السعودي قدب ما يقابل يعني 400 ريال يمني، يعني ما بنغطي لا مصاريف ولا إيجارات ولا مواصلات، وأي نكافح لا نكافح صاحب البيت ولا صاحب البقالة ولا حق مصروف البيت. طبعا الراتب ما يكفيش نهائيا، وحتى بنضطر ان احنا نحصل على عمل يغطي عيش رزق العيش، او من بعد الظهر الى الساعة 12 ليلا. كارثة حقيقية تعيشها البلاد جراء غلاء اسعار المواد الغذائية، فالمواطن يصارع وحيدا اهوال الاسعار التي اضحت كابوسا حقيقيا حول حياة المواطنين الى جحيم، ليصبح الوضع الكارثي غير المسبوق لعنة تدمع حكومة معين والتحالف الذين رميا البلاد في الهاوية الاقتصادية.